اليوم عندنا تظاهرة، هذه هي يوم تحسيسي للطلبة، معناها هو قام به نادي الصحة بالمعهد، تحسيس الطلبة على مشكل الإدمان والأثار متاعه، أثار معناها على الصحة، أثار سلبية وتوعية، وإن شاء الله معناتها يتعدى اليوم هذا وتكون عنده فايدة معناتها للطلبة الابتعاد على الإدمان هذا بصفة عامة. بارك الله فيك سي زبير، والحقيقة معناتها طبعا احنا دورنا تأثير، معناها تأثير الشباب، تأثير بالطبيعة بيداغوجي معناتها ومعناتها من الناحية العلمية، ولكن هذا يلزم زاد كيف معناها بالتوازي، يلزم نأطروا الطلبة نتاعنا وبأنشطة مثل هذه، التوعية والصحة تهمنا قبل كل شيء. إنسان معناها من غير صحة ما ينجمش يقرأ، ما ينجمش يقوم يمارس حياته اليومية معناها بسهولة، وهذا معناتها واجبنا وكيف معناها. بالمناسبة هذه نشكر يعني الطلبة متاعنا، عندنا نوادي الحقيقة ناشطة وطلبة ناشطين، وهما بيدهم يقوموا بالبادرة قبل حتى ما نخموا فيها احنا الحقيقة، ونشكرهم الكل. اليوم في إطار النشاط متاعنا باش يكون في مدرسة ليسات بالقيروان بشراكة مع الديوان، باش نقدموا يوم توعوي تحسيسي حول لحماية الشباب من ظاهرة الإدمان، وكذلك في الحصة الثانية باش تكون لإحياء الاحتفالات باليوم العالمي لمقاومة فيروس السيدا، اللي هي كل عام من شهر ديسمبر نحيوها على المستوى العالمي والمستوى الوطني. فيها أنشطة توعوية تحسيسية، فيها تقديم ومضات تحسيسية تتوجه للطلبة، مطويات، وباش تقدم زوز محاضرات حول الإدمان وحول فيروس السيدا وكيفية الحماية منها والعدوى وبعض المعطيات الإحصائية. كذلك فما فقرات تنشيطية توعوية وأسئلة تتوجه للطلبة لتقييم مدى معرفتهم بخواطر الفيروس السيدا وظاهرة الإدمان. الحياة فهم. الحياة فهم. ظاهرة الحياة.